اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادتي أرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شهاده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا الأبصد صادق في القول وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغ خلقي من فرد ونفلي عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة أكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرا في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها واسقط حياد أوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلاد الكمال وقام بحق ربيته في مواطن الخدمة لله وأقبل إليه صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بإناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سواد المجد بقربه ودفيا أوذلا لشرف الأصل بود وحب ما أضر الأكوان بنسل ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروح الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى ذجاج النبي يحصل شفاء سقيم. يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي Yeah.
والدار الأخرى يا قامة
الغفار رسل العطائي فخر الله الله رفيع
في لا عجائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا فيك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا فيك يا خير الحبايب Thank you.